أم عماد المرعى المثالية اللي لقيناها بالموصل، جامعة المطبخ الموصلي وأيضا جامعة الأرامل الموصلية ببيت واحد. اليوم حلقتنا مختلفة، خليكم ويانا. دخلنا للمعمل مو؟ نعم، هذه هسه أول فقرة هنا الكباب، كباب الدق. أعرفك أبو محمد وأبو مسجاد، يعني أبو محمد وأبو مسجاد الله يعطيهم الصحة والعافية. ذول الشيفات الرئيسيين عندك؟ الشيفات الرئيسيات، وما يقصر البنات ما شاء الله ما عليهم قصراء. مختصات بكل شيء أبو محمد وأبو مسجاد؟ مختصات بكل الأكلات الموصلية، القوازي، المقلوبة، الكوز الشاب. فهنا كبة الدق، اشرح لك عن الدق. هسه ما اكو جاون، هسه ايش عم نعمل؟ عن نحلجه مع هبق، شعل هبق، الهبق والجرش، الهبق والجرش والبرغل. هذا بدون بهارات؟ بدون كل شيء؟ بهارات لا، البهارات تكون بالكينه بالحشوه. ايش قد كميه البرغل وال اثنين برغل واحد؟ اثنين برغل واحد؟ لا، عفوا، اثنين جريش واحد. اثنين جريش واحد برغل ولحم؟ ولحم معاه واحد؟ واحد واحد. واحد يعني اثنين جريش، اثنين جريش، واحد واحد نحن، يصير 4 كيلو. 4 كيلو شعر. هاي تحلجه، بعد ما تحلجه ستقشع شلون تفتح الاقراص. ام عماد. نعم. ام محمد من زمان عندك موجود؟ من زمان. هاي ام محمد هي اول ما بلشتي وياكي؟ اول ما بلشت قلت لك بالاثنين، هي ام سجاد وام محمد بدوا بي. هذول الشيفات الرئيسيين عندك بالمعمل؟ نعم. يعني بالبدايه ما كانت تعمل كبه الدق، كبه العادي. ما تعرف كانت؟ شجعتهم قلت لهم لا اشتغلوا كبه الدق، قالوا ما نطيق تتفلش. قلت لهم حتى لو تتفلش تعلمي، حتى تعلمي زدتي نفسك تعلمي، احنا هون ما بوش تفل المستحيل، لازم تتعلمين. حلو. فما شاء الله زدت نفسها، وهسه يعني شيف ما شاء الله شمرتها. حلو. هاي الكبة الموصلية. هاي الكبة الموصلية، كبة الدق. هي هاي أقدم أقدم كبة عندكم هذه. نعم. وطيق تعملها أكبر، أشقر طيق تعمل حشمة تعمله، لأن بها هبق. بها هبق. طبعاً المعلومة بدون بهارات. بدون بهارات. بدون بهارات حتى الحشوة. الحشوة لا، الحشوة لا لا طبعاً الحشوة حسب الطلب. أي ناس تحب بهارات؟ أذواق. نعم. أكو ناس تحب بها بهارات، أكو ناس تحب بها كبابة ودارسين يخلي. كبابة ودارسين. كبابة ودارسين يخلي بها. أكو أذواق. هذا القالب اللي. هذا القالب اللي هسا نعمله. مثل تقدرين تسوين قالب غير هذا القبق أنت عادي تقدرين تسوين؟ أي حجم يريدون نعمله. هسا هذا الحجم العائلي نسميه. هذا العائلي. الحجم العائلي. انتي خما اسعارك غالية يا ماما. لا لا، ولهذا احنا لان هو مشروع خيري ارباحه للاغابل. صحيح. قالوا كان مشروع تجاري لا كان اخذ يعني اكثر. هذا السعر. يعطيك الصحة والعافية، انتي فائدة هيك مجتمع وفائدة الارامل. الله يرضى عنك. محمد قد صار لك هنا؟ صار لي سنتين. سنتين؟ اي. تعلمتي؟ اي الحمد لله. من ام عماد؟ اي. شنو الشيء اللي تعلمتي عندها؟ والله جميع الافلات، احنا قوازي، ضرمة، برياني. يعني انت اجيتي مو طباخه، اجيتي تعلمتي هنا. ايه الحمد لله. حلو. زين فادتك هاي المهنه بالبيت؟ الشغل يعني ساعدك بالبيت؟ ايه. انت عندك اولاد مو؟ ايه طبعا عندي اولاد. وانت عائلتهم الوحيده، انت معينه بالبيت؟ ايه انا المعينه. ام محمد ما لك واهس انت تفتحين معمل؟ بلى ان شاء الله. وهم كذلك انت يصير عندك مجموعه من الارامل تفيدين ان شاء الله عن ايام قريبه افتحي مشروع خاص بي دعم ماديه. طبعا اليوم كنا نتكلم بهذا الامر. سبحان الله. انا بدي افتح مشروع لان حتى نوسع المشروع ثاني انا امسكه. قلت له عافيه. والله نتمنى هذا الشيء يكون بكل المحافظات العراقيه، يعني ارمله تساعد بقيه الارامل اللي هي مثل ام محمد. زين ام عماد انت مو تعتبر منافسة لك؟ يعني ما راح زعلين؟ لا بالعكس، بالعكس راح أحس بسعادة. بس هي تتمنين الخير؟ لا لا كل لا بالعكس، كل أنا قلت لهم كل وحدة تفتح مشروع طبعا الأجر راح يعود لي. طبعا مشروع الأرامل هذا يا أم عماد، مشروع نعم. مشروع الأرامل عندك يكون طبعا. أنت بداية المشروع. نعم بالعكس، أنا راح أفرح وراح يزيدني فخر بيهم.